التانية الفيبلا. الفيبلا أنا مش عايز التفاصيل بتاعتها قوي، أنا عايز بعض المعلومات بس اللي نعرفها في الآخر، لكن تركيزي مني هيبقى على مين؟ على التيبيا. تمام؟ أول كلمة لينا في التيبيا هي كابون، نوعها إيه؟ لونج بون. تمام؟ ليها كم إند مدام لونج بون؟ ليها تو إندز، أدي واحدة وأدي التانية. عارفين تميزوا ما بين الاثنين في الحجم؟ باين مين اللي كبيرة ومين اللي صغيرة؟ أظن واضحة أوي، دي الكبيرة ودي الصغيرة. تمام؟ حد هيتلخبط يقول لي إن العظمة دي من العظم بتاع الأبر ليمب؟ هتلخبطني مع حاجة في الأبر ليمب؟ هيومرس مثلا، ريديوس، ألنا، هيب بون. يبقى دي معانا إيه؟ لور ليمب، يا إما فيمر، يا إما تيبيا، يا إما فيبلا. حد هيلخبط بين دي وما بين الفيبلا؟ أظن الإيه الفرق واضح قوي. طب فيمر دي تنفع فيمر؟ ليها هيد من فوق وليها نك وليها التقسيمة دي. يبقى أول حاجة في الامتحان لما أقول لك ايدنتيفاي هتقول لي تيبيا، كلمة ايدنتيفاي لازم تقول فيها على طول إيه، يمين ولا شمال؟ يبقى تقول لي رايت ولا ليفت. طب دي تعرفها إزاي رايت من ليفت؟ اتفقنا أي عظمة عشان تعرف يمين من شمال بتدور على كم شرط فيها؟ ثلاثة اللي هم إيه؟ أول حاجة فين سوبيريور وفين انفيريور؟ تاني حاجة فين ميديال وفين لاترال؟ تالت حاجة فين انتيريور وفين بوستيريور؟ صح ولا لا؟ طب أول حاجة هنا فين سوبيريور وفين انفيريور؟ لسه قايلين في تو اندز، واحدة كبيرة واحدة صغيرة، خلي الكبيرة لفوق. يبقى كده إيه سوبيريور وكده انفيريور. تاني حاجة بنفكر فيها على طول إيه؟ فين انتيريور وفين بوستيريور؟ بص لي على الأبر اند اللي أنت لسه مطلعها دلوقتي حالا. انزل تحتيها كده بشوية هتلاقي فيه بروز. واضح؟ واضح قوي. ها البروز اللي انا بشاور عليه، حتى لو لفيت الناحيه الثانيه كده مش موجوده اهو، بالعكس ده الحته دي داخله لجوه ودي بارزه. البروز دوت لازم يبقى قدام، يبقى كده انتيريور وكده ايه الناحيه الناعمه دي بوستيريور. عارفين البروز دوت اسمه ايه؟ اسمه تي تي، تيبيال تيوبروستي. تيبيال تيوبروستي. يبقى انت دلوقتي عرفت ان الكبيره دي هتبقى فوق وان البروز اللي تحتها دوت بيبقى ايه قدام. تالت حاجة عايز تعرف ايه؟ ميديال ولاترال. هتعرفها ازاي؟ تعرفها من تحت بقى. بص كده من تحت لقيت في هنا ايه بروجيكشن، بروز تاني اهو موجود تحت. اظن واضح باين الناحية دي ومفيش الناحية التانية. طب دي كان اسمها ايه؟ تي تي. دوت اسمه ايه؟ ام ام، ميديال ماليولس قلناها. طب الميديال ماليولس من اسمها تبقى فين؟ تبقى على الميديال سايد فوق الجزمة على طول بنحسها. يبقى ده انهي سايد كده؟ ميديال. يبقى دوت انهي سايد؟ لاترال. يبقى العظمة دي يمين ولا شمال؟ رايت. طب جرب تحطها شمال عليا هنا، حطها ناحية الشمال تمشي ولا ما تمشيش؟ عندي كده شرطين من التلاتة ماشيين. ما هدي الأبر إند الكبيرة يبقى كده فوق وتحت صح. ما هدي التيبيال تيوبروستي قدام يبقى كده أنتيريور وبوستيريور صح. بس الشرط اللي باظ عندي إيه؟ إن الميديال مانيولس بقت باصة لبره لاترال، لازم تبص لجوه. طب أحل المشكلة إزاي؟ أعمل كده. أه بقت باصة لجوه فعلا وبقت دي الابر اند الكبيره، بس مشكلتي ايه؟ تيبيال تيوبروستي بقت ورا، انا عايز ابينها قدام، اعمل كده. ها بوظت الدنيا خالص. ها دي بقت على الميديال سايد ودي باصه لقدام، بس الابر اند الكبيره بقت تحت. زي ما اتفقت معاكم زمان، اي عظمه تتحط في ناحيه مش ناحيتها حاجه من الثلاثه هتبوظ. طب حطها يمين. فعلا دي الكبيره فوق، دي التيبيال تيوبروستي قدام، دي الميديال مانيولس لجوه ناحيه الايه الميد لاين، يبقى دي الايه؟ رايت تيبيا. طيب بعد كده نبتدي ناخد الجنرال فيتشرز بتاعه التيبيا، الاجزاء بتاعتها. نمسك الابر اند الاول. قال لك بص لما تبص على الابر اند من فوق كده هتلاقي فيها دايرتين، ادي دايره وادي الدايره الثانيه. لسه احنا عارفين من شويه ان ديت الميديال، يبقى الدايره ديت ناحيه الميديال، يبقى دي الميديال سايد ودي الايه اللاترال سايد. اني دايره فيهم هي الاكبر في الحجم؟ الميديال. الميديال ايه شكلها هنا اكبر في الصوره دي. طيب دي هيجي عليها مين؟ قال لك هتمسك هنا اهوت الفيمر، بس انا ما معيش هنا اي فيمر ايه منفصله لوحدها، نحاول نقربها شويه. بص كده الفيمر من تحت كان فيها اتنين كوندايلز لما خدتوها، دي كان اسمها ايه؟ ميديال كوندايل، ودي كان اسمها لاترال كوندايل. يبقى وظيفه الاتنين كوندايلز دول ان هم يجوا على الحتتين دول، صح ولا لا؟ يبقى بالعقل كده برضه دي هيبقى اسمها ايه؟ ميديال كوندايل اوف تيبيا، يبقى دي اسمها ايه؟ لاترال كوندايل اوف تيبيا. يعني الاسم واحد في العظمتين،
دي ميديال كوندايل ودي ميديال كوندايل، دي لاترال كوندايل ودي لاترال كوندايل. عشان كده ما اجيلكش في الامتحان اعلم على دي كده واقول لك دي اسمها ايه، تقول لي ميديال كوندايل وتسكت. لازم تقول لي ايه اوف تيبيا. تمام. طيب هبص كده من قدام، فين هنا الميديال كوندايل؟ قال لي دي اللي انا حاطط صباعي حواليها دي. وفين اللاترال كوندايل؟ دي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الميديال كوندايل مش هي الجزء اللي فوق ده بس، لا ده كل دي على بعضها ميديال كوندايل، سواء انا شايفها كده من قدام لورا او شايفها من فوق، كل اللفه دي اسمها ايه؟ ميديال كوندايل. طب كل اللفه دي اسمها ايه؟ لاترال كوندايل. تمام. قال لك طب تعالى ارجع تاني بص من فوق، ما بين الميديال كوندايل وما بين اللاترال كوندايل لقيت منطقه مرفوعه في النص باينه، في بروز في النص اهو، اسمه ايه ده؟ ما بين الاثنين كوندايلز، يبقى اسمه انتر كوندايلر ايمينس، انتر كوندايلر ايه ايمينس. تمام. طيب قال لي بص بقى الانتر كوندايلر ايمينس دوت اهميته ايه؟ هقول لكم حاجات لسه ما اتخدتش بس مطلوبه منكم. قدام الانتر كوندايلر ايمينس هحط علامه، ورا الانتر كوندايلر ايمينس هحط علامه، في علامتين اهم، ايه اللي ماسك هنا وايه اللي ماسك هنا؟ اسالك في الامتحان منشن ستراكشر اتاتش، ماسك هنا اثنين ليجامنتس جوه الني جوينت، اسم اللي قدام ده انتيريور كروشيت ليجامنت، اسم اللي ورا بوستيريور كروشيت ليجامنت اللي هو الرباط الصليبي، مش تسمعوا عنه؟ خدتوا الحاجات دي ولا لسه؟ خدتوا الجوينتس ولا لسه؟ يبقى اللي ماسك قدام ايه؟ انتيريور كروشيت، واللي ماسك ورا اللي هو الرباط الصليبي. تمام. طب ليه اسمه كروشيت؟ قال لك بص الانتيريور كروشيت ليجامنت ماسك هنا صح، والبوستيريور كروشيت ليجامنت ماسك ورا، يبقى ده واحد ماسك هنا والتاني ماسك هنا، ده انتيريور وده بوستيريور، يقوم ده يعمل كده وده يعمل كده، ده يرجع قدام وده يطلع ورا، يقوم يخشوا في بعض كده يعملوا شكل ايه؟ صليب. عشان كده اسم الرباط ده ايه؟ الرباط الصليبي او كروشيت ليجامنت. تمام. طيب ها ادي كده الابر سيرفيس، في اي مشكله؟ طب سؤال، لو قلت لك مين اللي ماسك هنا هتقول لي انتيريور كروشيت، ايش عرفك ان دي الانتيريور اند؟ ناحيه التيبوروستي، سهل قوي. تمام. طيب كده خلصت الكوندايلز من فوق، او منزل على الكوندايلز من قدام وورا صح كده عشان اخلص الكوندايلز. قال لك دي انهي كوندايل فيهم اتفقنا؟ ميديال كوندايل. هقوم جاي على الميديال كوندايل من ورا مش من قدام، عرفت ازاي ان انا ورا مفيش تيبيال تيوبروستي؟ انت لو مسكت العظمه من قريب هتلاقي الميديال كوندايل من ورا فيها ايه؟ فيها ديبريشن، فيها حفره، اللي هي الحفره اللي انا لو انتهى بالاسود دي، الحفره دي هسميها ايه؟ جروف. جروف، جروف يعني حفره. طب الجروف ده بيبقى ماسك فيه عضله، حتى اسالك في الامتحان هنا بتيجي كتير العلامه دي، اعلم هنا اقول لك منشن ستراكشر اتاتش اللي هي العضله اسمها ايه؟ سيمي ممبرينوسس. مش عدت عليكم المصل دي؟ يبقى دوت جروف فور مين؟ فور سيمي ممبرينوسس مصل. دي الميديال كوندايل منين؟ من ورا. طب الميديال كوندايل من قدام، مش دي كده الميديال كوندايل من قدام؟ ها في حاجه ماسكه فيها؟ قال لك والله بص الميديال كوندايل من قدام نفسها اللي هو الخط اللي انا بشاور عليه مفيش حاجه ماسكه فيه، بس ممكن انزل تحتيه بشويه هنا اهوت، ها الاقي ماسك في المنطقه ديت ها ثلاث عضلات اسمهم اس جي اس، مهمه دي بتيجي كتير. مين الثلاث عضلات الاس جي اس؟ سارتوريوس جراسيلس سيمي تندينوسس. تمام. يبقى مين اللي ماسك في الجروب اللي ورا؟ سيمي ممبرينوسس. في حاجة ماسكة في الكوندايل من قدام؟ مفيش، لكن تحتيها مين اللي ماسك؟ سارتوريوس وجراسيلس وسيمي تندينوسس اس جي اس. دي انهي كوندايل دي؟ لاترال كوندايل. في حاجة ماسكة فيها هنا من قدام؟ ها؟ قال لك هتيجي عليها من قدام هنا في المنطقة دي العلامة اللي أنا مشاور عليها دي، ماسك فيها حاجة اسمها اليوتيبيال تراكت. العلامة دي العلامة الصغيرة عليها من قدام أهي، ماسك هنا حاجة اسمها اليوتيبيال تراكت. عدت عليكم؟ اللي هي الايه؟ الديب فاشيا اللي موجودة في اللترال سايد بتاع السايد، جزء التخين. اليوتيبيال تراكت بتمسك هنا. قال لك طب اللترال كوندايل من ورا هنا، في علامة بتيجي عليها في الامتحان ولا لا؟ قال لك اه، بس علامة صغيرة ومحتاجة إنك تركز. بص كده. لترال كوندايل من ورا، رحت حاطط عليها علامة على شكل دايرة. شايفها؟ شايفها ولا لا؟ العلامة دي لو أنت شايفها من قريب هتلاقيها ناعمة، منطقة ناعمة صغيرة. طب دي وظيفتها إيه؟ قال لك مش في عظمة هنا اسمها الفيبلا الناحية التانية؟ تقوم الفيبلا تيجي تعمل أرتكيوليشن مع الدايرة دي.
يبقى هنا هيتكون جوينت ولا لا؟ هيتكون جوينت ما بين مين ومين؟ ما بين الابر اند اوف فيبولا وما بين الجزء الناعم ده. يبقى العلامه دي اسمها ايه؟ اسمها فيبولار فاسيت. فاسيت يعني ايه؟ يعني منطقه للارتكيوليشن. فيبولار ليه؟ عشان خبط فيها الايه؟ الفيبولا. طب حد يعرف يقول لي اسم الجوينت اللي موجود هنا ايه؟ في هنا اتنين جوينتس ما بينهم صح ولا لا؟ يبقى اللي فوق دوت اسمه ايه؟ سوبيريور تيبيو فيبولار جوينت. طب حد عارف السوبيريور تيبيو فيبولار جوينت نوعه ايه؟ بلين ساينوفيال. بلين ساينوفيال جوينت، تمام؟ طب بص بقى معايا، لو حبيت اسالك على الجوينت اللي هنا، حطيت لك علامه هنا او علامه هنا، مين الجوينت اللي موجود هنا في المنطقتين دول؟ ني جوينت، مش الفيمر هنا؟ طب الني جوينت نوعه ايه؟ يعني في تسميه ثانيه لنوعه تسهل لك الحفظ عشان ما تنساش. ايه هي؟ مش دول اثنين كوندايلز؟ وهناك في اثنين كوندايلز، يبقى الجوينت هنا نوعه ايه؟ باي كوندايلر ساينوفيال. باي يعني ايه؟ يعني اثنين، يعني في اثنين كوندايلز ماسكين في اثنين كوندايلز، تمام؟ قبل ما انتوه بقى، كل اللي انا بتكلم عليه دلوقتي دوت اسمه ايه؟ ابر اند اوف تيبيا. ايه الاجزاء بتاعت الابر اند وايه الاسئله اللي فيها؟ خدهم بالترتيب. دي اسمها ايه؟ ميديال كوندايل اوف تيبيا. دي اسمها ايه؟ لاترال كوندايل اوف تيبيا من فوق. المنطقه اللي في النص دي اسمها ايه؟ انتر كوندايلر امينانس. العلامه اللي قدامها والعلامه اللي وراها ماسك فيهم ايه؟ انتيريور كروشيت ليجامنت وستيريور كروشيت ليجامنت. لو علمت لك هنا او هنا وقلت لك الجوينت اللي هنا اسمه ايه؟ ني جوينت. لو سالتك الجوينت هنا او هنا اللي هو الني جوينت نوعه ايه؟ باي كوندايلر ساينوفيال جوينت. لو نزلت تحت شوية اسم البروس ده ايه؟ اسمه تيبيال تيوبروستي. مين الكوندايل ديت؟ ميديال كوندايل. مين الكوندايل دي؟ لاترال كوندايل. ميديال كوندايل من قدام ماسك فيها حاجة؟ لا، بس تحتيها ماسك ايه؟ اس جي اس مهمة، سارتوريوس كراسيلس سيمي تندينوسس. ميديال كوندايل من ورا فيها حاجة؟ فيها الجروف، الجروف اللي ماسك في مين؟ سيمي ممبرينوسس. لاترال كوندايل من قدام الحتة دي ماسك فيها حاجة؟ ماسك فيها الاليو تيبيال تراكت. لاترال كوندايل من ورا فيها علامه؟ اه فيها منطقه ناعمه، اسمها ايه؟ اسمها فيبولار فاسيت. مين اللي عامل ارتكيوليشن معاها هنا؟ الفيبولا، الابر اند بتاعت الفيبولا. اسم الجوينت اللي هنا ايه؟ سوبيريور تيبيو فيبولار جوينت. نوع الجوينت اللي هنا ايه؟ بلين ساينوفيال جوينت، تمام؟ علشان نخلص الابر اند بقى وننزل تحتيها اخر حاجه عندنا ايه؟ دي نفسها بتتسال كتير. لسه قايل اسمها ايه؟ تي تي او تيبيال تيوبروستي. مين اللي ماسك فيها؟ ماسك فيها عضله خدتوها في الصاد. مش الريكتس بس، الكوادريسبس فيمورس كلها بالتندون اللي اسمه ايه؟ ليجامنتم باتيلي. خدتوه ولا ما خدتوش؟ دي مش جوينتس، دي مصلز. خدنا الكوادريسبس، خدنا اللي كده. اسم التندون ما خدناه. لا الكوادريسبس خلاص ما تكتبوش اسم التندون، اللي ماسك هنا مين؟ كوادريسبس فيمورس ماسل، تمام؟ بس المفروض اسم التندون عليكم. أنا متأكد، تمام؟ يا شباب أنتوا ما عليكوش لا أوريجن ولا انسيرشن نظري. عليكوا في العملي مش تقول لي ده أوريجن ولا انسيرشن، تقول لي اسم المصل اللي ماسكة. يعني أنا مش هقول لك، أنا هتقول لي هنا ماسك كوادريسبس. مش هقول لك أوريجن ولا انسيرشن. لا تكتب لي اسمها بس. انا دلوقتي بقول لك الانسيرشن عشان افكرك بالمعلومه، تمام؟ يبقى دي الابر اند. العلامه دي مهمه يا شباب قوي، عليها سؤالين، يا اما ايدنتيفاي تيبيال تيوبروستي، يا اما منشن ستراكشر اتاتشد كوادريسبس. المفروض مش كوادريسبس، ليجامنتم باتيلي. الليجامنت بتاع الكوادريسبس اسمه ليجامنتم باتيلي، احفظوه، تمام؟ طيب كده الابر اند من قدام خلصت صح ولا لا؟ لف لي كده من ورا، لان العلامه الجايه دي مهمه جدا برده، بتيجي كتير. ايه هي؟ لما الف من ورا هنا، هنا مفيش تيبيال تيوبروستي، هلاقي هنا في خط مايل. الخط المايل اللي انا رسمته ده، الخط دوت اسمه ايه؟ اسمه سوليال لاين. اسمه ايه؟ خد بالك من الاسم، سوليال لاين. طيب بالعقل كده، ما دام اسمه سوليال لاين، يبقى مين اللي ماسك فيه هنا؟ سوليس مصر. بيجي ازاي ده في الامتحان؟ بنجيبه كتير برضه. حط لك كذا علامة اكس او كذا علامة واي، مثلا اكس هنا واكس هنا واكس هنا، واقول لك ايدنتيفاي ذا نيم اوف ذيس لاين. ف
فتكتب لي ايه سوليا لاين، او اقول لك ايه منشن استراكشر اتاتشد تو ذيس لاين، يبقى تكتب لي ايه سوليا سماس. العلامه اللي بعد كده هاجي هنا من فوق، شايف انت المنطقه دي، المنطقه اللي انا هرسمها على شكل مثلث دي، وبعد كده هظللها، يعني فوق الخط اللي اسمه ايه اللي انا لسه قايله، فوق الخط اللي اسمه سوليا لاين، المنطقه دي احط عليها علامه اكس او واي، منشن استراكشر اتاتشد هير. مين المصل اللي ماسكه هنا؟ لسه كانت باينه في الصوره من شويه، بوبليتياس، مش البوبليتياس اللي بتعمل انلوكينج وقلنا ماسكه هنا وطلع تمسك في الفيمر، يبقى مين اللي ماسك هنا؟ بوبليتياس. في عضلتين تحت بعض هنا يهمونا قوي في الامتحان، بوبليتياس تحتها الخط مين؟ سولياس. تمام، خلص كده الابر اند كلها باللي تحتها. انزل لي على دي، دي اني اند؟ لور اند. ايه العلامات اللي بتيجي فيها؟ اول حاجه هعلم على دي، مين دي؟ ام ام ميديال مالوس. هعلم عليها في اي منطقه، من تحت من قدام من ورا، المهم ان انا اعلم عليها واقول لك ايدنتيفاي، يبقى اسمها ايه؟ ميديال مالوس. طب الحاجه الثانيه، هقوم جاي على الميديال مالوس دي من قدام احط علامه، حطيت عليها علامه من قدام اكس او واي، عرفت ازاي ان انا قدام الناحيه اللي فيها التيبيال تيوبروستي. هنا السؤال هيكون ايه؟ منشن استراكشر ريليتد مش اتاتشد. مين اللي ريليتد معدي قدام الميديال مانيولس؟ جريت سافينس فين، خدتوا الفين دوت وانتوا بتتكلموا في الصال، في فين سوبرفيشال كبير مغطي اللور لمب كله من اوله لاخره اسمه ايه؟ جريت سافينس فين، يبقى معدي هنا، خدتوه ولا لا؟ طيب تعال لي على نفس دي اللي هي الميديال مانيولس بس من ورا، عرفت ازاي ان انا ورا؟ مفيش تيبيال تيوبروستي قبل ما اعلم عليها باينه حتى من عندكم. المنطقه اللي ورا ديت فيها جروف، يعني المنطقه اللي ورا ديت ديب، فيها خط داخل لجوه جروف اهو. طيب هعمل ايه في الامتحان؟ احط لك هنا اكس او واي على الجروف هنا، الجروف ده ريليتد لمين؟ لو انتم مذاكرين النظر اللي انا قلته معاكم من شويه، مين التندون اللي معدي ورا الميديال مالولس؟ توم داز فيري نايس هاتس، فاكرين؟ توم يعني ايه؟ تيبيالس بوستيريور. يبقى اول حاجه في المثل خط على طول في العظم هنا مين؟ تيبيالس بوستيريور. يبقى دلوقتي الميديال مانيولس دي في حاجه ريليتد ليها قدام وحاجه ريليتد ليها ورا، مهمين. مين اللي ريليتد ليها قدام؟ جريت سافينس فين. مين اللي ريليتد ورا؟ تيبيالس بوستيريور تندون، صح الكلام؟ طيب هقوم جاي لك هنا هو تحت، دي مين دي؟ دي اللور اند، صح ولا لا؟ هقوم معلم عليها هنا اهو، منشن ستراكشر ريليتد هير او منشن بون ريليتد هير. مين البون اللي موجوده هنا اهوت؟ قال لك والله هات العظم بتاع الايه؟ هات العظم بتاع الفوت. فين العظم بتاع الفوت هنا اهوت؟ اهو. لسه ما خدناش الفوت، بس خدوا معايا العظمه اللي انا بشاور عليها دي اسمها تيلس. تيلس. فهقوم مدخل التيلس هنا اهو. يبقى دلوقتي مين البون اللي ريليتد هنا؟ تيلس بون. طب الجوينت اللي هنا هيبقى اسمه ايه؟ انكل جوينت، صح ولا لا؟ طب الانكل جوينت بيعمل كام حركه؟ هم حركتين ما فيش غيرهم، ايه هم؟ فليكشن واكستنشن، صح ولا لا؟ يبقى نوعه ايه؟ اتفقنا قبل كده لما جوينت يعمل حركه واحده حوالين محور افقي يبقى هنج، صح ولا لا؟ يبقى الجوينت اللي هنا نوعه ايه؟ هنج ساينوفيال جوينت. تمام، عشان نخلص اللور اند دي سميناها ايه من شويه؟ ميديال مانيولس. بص لي قصاد الميديال مانيولس الناحيه الثانيه، يعني ميديال مانيولس هنا، طب على الليترال سايد بصيت كده لقيت حفره باينه قوي. طب الحفره دي وظيفتها ايه؟ ان الفيبولا من تحت تيجي تخش فيها بالمنظر ده. يبقى لو شلت الفيبولا كده اهوت بقت دي حفره بتاعت الايه؟ الفيبولا. اسمها ايه بقى؟ فيبولار نوتش. يبقى اسم الحفره اللي تحت دي ايه؟ فيبولار نوتش. امال الحته الناعمه اللي فوق دي كان اسمها ايه؟ فيبولار فاسيت. يبقى دي فيبولار فاسيت ودي فيبولار ايه؟ نوتش. يبقى الجوينت اللي هنا اسمه ايه؟ سوبيريور تيبيو فيبولار جوينت. يبقى الجوينت اللي هنا اسمه ايه؟ انفيريور تيبيو فيبولار جوينت. حد فاكر الجوينت هنا كان نوعه ايه؟ بلين ساينوفيال. طب الجوينت هنا نوعه ايه؟ خد بالك معايا بقى، حاجه اسمها فايبرس جوينت. بس اي نوع من الفايبرس؟ فايبرس حاجه اسمها سندوسموسس. عدى عليكم الكلمه دي قبل كده؟ فايبرس تكتب الاول ايه؟ فايبرس بين قوسين سندوسموسس.
لا ما فيش. عايزين هنا يعني ممكن تقول سندوسموسس وما تقولش فايبرس. تمام؟ يبقى فايبرس ايه سندوسموسس. تمام؟ احط لك العلامه هنا اهو. ادي الفيبولار نوتش. كده خلصنا اني اند في التيبيا. لور ان ها؟ الحين اللي فوق فاست وهذا اللي تحت نوتش، ليش يعني اكبر يعني؟ فاست يعني منطقه ناعمه صغيره، نوتش يعني حفره كبيره، كلمه نوتش يعني حفره بس. الاختلاف في الاسم بسبب اختلاف شكل المنطقه بس. تمام؟ طيب دي اللور اند. في كام سؤال دلوقتي في اللور اند؟ اسال وتقول مين دي؟ ميديال مانيوس. كده قدام ولا ورا؟ قدام. مين اللي ريليتد؟ جريت سافينس فين؟ كده قدام ولا ورا الجروف ده؟ ورا. مين اللي ريليتد؟ تيبيالس بوستيريور. الحفره دي اسمها ايه؟ فيبولار نوتش. مين اللي ريليتد؟ لور اند اوف فيبولا. اسم الجوينت اللي هنا ايه؟ انفيريور تيبيو فيبولار جوينت. نوع الجوينت اللي هنا ايه؟ فايبرس سندوسموسس. دي اني اند اوف تيبيا دي؟ لور اند. مين البون اللي ريليتد هنا؟ تيلس. الجوينت اللي هنا اسمه ايه؟ انكل جوينت. نوع الانكل جوينت ايه؟ هنج ساينوفيال جوينت. خلصت اللور اند. طب انا خلصت الابر اند واللور اند، يبقى اللي في النص دي اسمها ايه؟ اسمها شافت. هناخد ايه بقى في الشافت؟ اول حاجه نشوف البوردرز اللي موجوده. بص كده مين دي؟ تيبيال تيوبروستي. هنزل كده مع التيبيال تيوبروستي اتزحلق، الاقي اصبعي ماشي على بوردر، صح الكلام؟ اسمها ايه البوردر دي؟ اعلم عليها كده عشان تبقى عارفها. البوردر اللي هو الخط الاسود ده، دي اسمها دي قدام، يبقى اسمها anterior border of tibia. طب اسمها الثاني chain of tibia. تكتب ايه في الامتحان احسن؟ chain. طب chain بتتكتب ازاي؟ s h i n chain of tibia. السؤال الثاني اعلم لك على البوردر دي واقول لك mention structure attached. مين اللي ماسك في chain of tibia؟ على فكره اتقالت في المحاضره الديب فاشيا. مش قلنا الديب فاشيا بتطلع تمسك فيها كده وتلف تمسك الناحيه دي وتسيب السيرفس دوت سبكوتينيوس؟ يبقى لو جت التشين اوف تيبيا ما بتجيش كتير، بس لو جت هتيجي ليه؟ عشان اقول لك مين اللي ماسك فيها. ديب فاشيا اوف ذا لينك. هو في كام بوردر موجوده في التيبيا؟ ثلاثه. طب دي بوردر واحده فيهم اللي هي الانتيريور بوردر او التشين. فين الاثنين بوردرز التانيين؟ قال لك لف لي كده من ورا. عرفت ازاي تاني ان انا ورا مش هزق منها؟ مفيش تيبيا تيوبروستي. هتلاقي هنا في بوردر الناحيه دي في بوردر الناحيه الثانيه اهي. لو عايز ترسمه ادي البوردر اللي الناحيه دي وادي البوردر اللي الناحيه الثانيه. تمام؟ هسميهم ايه البوردرز دول؟ واحده هنا وواحده هنا. قال لك بص لي هنا ادي الميديال مالوس، صح ولا لا؟ دي الميديال مالوس، يبقى البوردر دي فوقيها يبقى اسمها ايه؟ ميديال بوردر. امال البوردر دي يبقى اسمها ايه؟ لاترال بوردر. يبقى في كام بوردر ثاني في التيبيا؟ ثلاثه. اسم دي ايه؟ يا انتيريور يا تشين اوف تيبيا. اسم الاثنين اللي ورا دول ايه؟ اللي جوه دي ميديال بوردر، اللي بره دي لاترال بوردر. طب السؤال هي اللاترال بوردر دي تبقى ناحيه الفيبلا ولا لا؟ ناحيه الفيبلا. مش الفيبلا بتبقى موجوده كده؟ يبقى دي اللاترال بوردر ناحيه الفيبلا. يبقى مين اللي ماسك فيها ما بينهم؟ انتركوسياس ممبرين. تمام؟ طيب نتيجه ان انا عندي ثلاثه بوردرز يبقى عندي كام سيرفيس؟ ثلاثه، صح ولا لا؟ ادي سيرفيس الناحيه دي ما بين الانتيريور بوردر والميديال بوردر، وادي سيرفيس تاني موجود ما بين الانتيريور بوردر واللاترال بوردر، وادي سيرفيس من ورا. طب هسمي السيرفيسز دي ايه؟ اللي ورا ده هيبقى اسمه بوستيريور سيرفيس، سهل قوي. طيب دول هيبقى اسمهم ايه؟ ده هيبقى اسمه ميديال سيرفيس وده هيبقى اسمه لاترال سيرفيس. مين في الثلاثه سيرفيسز هو السبكوتينيوس اللي تحت الجلد؟ الميديال سيرفيس اللي هنا. تمام؟ طيب السؤال اللي بعد كده ايه العلامات بتاعه العضلات اللي ماسكه في السيرفيسز؟ ناخدهم بالترتيب. الميديال سيرفيس ماسك فيه عضلات؟ لا. ليه؟ لان الميديال سيرفيس سبكوتينيوس تحت الجلد، هيمسك فيه عضلات ازاي؟ ده مكشوف. هو بس الحته الفوقانيه بتاعته من فوق قوي كده كان ماسك فيها الاس جي اس اللي احنا قلناه، فاكرين؟ طيب السؤال اللي بعد كده اللاترال سيرفيس ده ماسك فيه عضلات؟ اه. ماسك فيه ايه؟ دي مهمه بقى العضله دي. ماسك في الحته اللي فوق دي كده، مكان ما انا بعلم كده نحط علامه اكس او واي، تيبيالس انتيريور. يبقى مين اللي ماسكه هنا دي؟ تيبيالس انتيريور ماسل. على الميديال سيرفيس من فوق. يعني دي التيبيال تيوبروستي اهي. انزل تحت التيبيال تيوبروستي من بره. العلامه دي، يبقى دي تيبيالس انتيريور. اخر حاجه عشان نخلص التيبيا، مين السيرفيس اللي انا بشاور عليه ده؟
بوستيريور سيرفيس. قال لك البوستيريور سيرفيس دوت مقسوم جزئين. بص كده هاجي في نصه وارسم خط. يبقى البوستيريور سيرفيس مقسوم لجزئين. ماسك في كل جزء من دول عضله. مين العضلتين بقى اللي هنا؟ مش احنا لسه قايلين دي تيبياليس انتيريور؟ يبقى لو لفينا جنبها يبقى الحته دي تيبياليس بوستيريور. صح ولا لا؟ تيبياليس بوستيريور. امال الجزء اللي هنا دوت هيمسك في مين؟ فكر كده معايا، مين العضلات الديب اللي موجوده ورا؟ كان في واحده اسمها فليكسور ديجيتورام لونجس، واحده اسمها فليكسور هالوسس لونجس، صح ولا لا؟ اللي ماسك هنا في المنطقه دي واحده فيهم هتبقى مين؟ العكس. لو مشينا المنطق هنقول المفروض هنا مين؟ فليكسور هالوس. لا، يبقى دي مين اللي ماسكه هنا؟ فليكسور ديجيتورام لونجس. تمام، بس كده خلصنا كلام عن التيبيا. في مشكله في التيبيا؟ اعيد الجزء الاخير اللي هو مين؟ الشافت. صح الكلام؟ اسمها ايه البوردر اللي قدام دي؟ انتيريور بوردر او تشين اوف تيبيا. بتبدا منين؟ من تحت التيبيا التيوبروستي. اسمه ايه السيرفس اللي ورا ده؟ بوستيريور سيرفس. البوستيريور سيرفس على جنابه هنا في بوردر وهنا في بوردر، صح الكلام؟ البوردر اللي هنا ناحيه مين؟ الميديال مالوس. يبقى اسمها ايه؟ ميديال بوردر. يبقى البوردر دي اسمها ايه؟ لاترال بوردر. اللي بيمسك فيها مين؟ الانتروسيوس ممبرين. امال اللي تشين اوف تيبيا او الانتيريور بوردر ماسك فيها مين؟ ماسك فيها الديب فاشل. عندي كام سيرفس دلوقتي؟ السيرفس اللي فوق الميديال مالولس دوت ميديال سيرفس، بيبقى سبكوتينيوس. انما السيرفس ده هيبقى مين؟ لاترال سيرفس. مين اللي ماسك فيه من فوق؟ تيبيالس انتيريور. امال البوستيريور سيرفس بيمسك فيه كام عضله؟ عضلتين، عن طريق ان نقسمه بخط كده بالطول لنصين. النص اللي موجود ناحيه اللاترال سايد يعني جنب علامه التيبيالس انتيريور هيمسك في مين؟ تيبيالس بوستيريور. طب النص اللي فاضل ناحيه الميديال مالولس من ورا هتمسك فيه الايه؟ الديجيتورا. اشيل دي كده هو وامسك اي تيبيا ثانيه ما عليهاش علامات. دلوقتي انا عايز اسالك في الايه؟ في المسلز بس. اعلم المنطقه بتاعت المسل، تمام؟ تعالى هنا. مين اللي هتمسك هنا؟ كوادريسبس. بس اكتب ايه؟ ليجامنتم باتيلي، صح الكلام؟ طيب العلامه اللي بعد كده مين اللي ماسك هنا؟ دي انهي كوندايل من ورا؟ ميديال كوندايل. يبقى مين اللي ماسك هنا؟ سيمي ممبرينوسس. تمام، العلامه اللي بعد كده هنا مين اللي ماسك في الاكس الكبيره دي؟ اس جي اس، عشان ده الميديال سيرفيس من فوق. سارتوريوس جراسيلس سيمي تندونوسس. العلامة اللي بعد كده هنا مين اللي ماسك هنا؟ بوبليتياس. بوبليتياس، انت باصص على الابر اند من ورا المنطقة الناعمة، يبقى دي بوبليتياس. العلامة اللي بعد كده ارسم لك خط هنا، مين اللي ماسك فيه؟ سولياس ماسل، لأن اللاين ده اسمه إيه؟ سوليا اللاين. تمام؟ العلامة اللي بعد كده مين دي؟ ميديال مالوس. في جروف اهوت عليها من ورا، مين اللي ريليتد هنا؟ تيبيالس بوستيريور، معديه ورا الميديال مالولس. تمام، العلامه اللي بعد كده هاجي احط لك هنا اهوت ايه؟ علامه اكس مهمه. مين اللي ماسك هنا؟ ده انهي سيرفس؟ لاترال سيرفس من فوق. يبقى مين اللي ماسك فيه؟ تيبيالس انتيريور. انتيريور، صح الكلام؟ العلامه اللي بعد كده ده انهي سيرفس؟ بوستيريور سيرفس. بوستيريور، هنا مفيش تيبيال تيوبروستي، يبقى انا ورا بوستيريور سيرفس. احط لك علامه هنا اهوت، واحط لك علامه ثانيه هنا اهوت. مين اللي ماسك هنا ومين اللي ماسك هنا؟ تلاقوش دول بيجوا قليل، بس ايه الاثنين دول بيجوا قليل، بس ايه خدوا فكره عنهم. اللي هنا مين؟ ناحيه الميديال ديجيتورم، ناحيه اللاترال تيبيالس بوستيريور. تمام، سهله التيبيا ولا فيها حاجه؟ صعبه. صعبه يا راجل. تمام، طيب دي بقى مين دي؟ دي الفيبلا. خلي الفيبلا دي عشان التفاصيل اللي احنا عايزينها فيها مش كتيره، خليها واحنا في المشرحه، اخدها معايا وانا بوريكم الجثث، اوريكم الايه الفيبلا. تمام؟ يلا على تاني.